اهلا بيكم معانا في الدرس الاول من الوحده الثالثه في الترم الثاني اللي هو نمو وتركيب السكان. طبعا مصر غنيه جدا بالسكان بتاعها، وطبعا فيهم قدرات وامكانيات، وده محور مهم جدا وهدف اساسي للتنميه. النهارده بتكلم على مصادر البيانات اللي احنا ممكن ناخدها بالنسبه للسكان. اولا انا عندي طريقين، التعدادات السكانيه والاحصاءات الحيويه. التعداد السكاني اللي هو عبارة عن ايه؟ عملية جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان، يعني عددهم، توزيعهم، أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية اللي هم بيبقوا موجودين في منطقة معينة. وده خلال فترة زمنية معينة، يعني مثلا بنقول من خلال فترة مثلا من 2016 ل 2026 ده هيبقى فيه تعداد سكاني لفترة معينة وفي منطقة معينة مثلا زي محافظة أسيوط. مصر تعتبر من أقدم الدول العربية والأفريقية اللي قامت بتعدادات سكانية. النهارده بنشوف ان في جهاز عندنا في مصر اسمه الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ده مسؤول عن التعدادات السكانيه اللي بتتعمل في مصر كل 10 سنين. طيب امال ايه الاحصاءات الحيويه؟ قال لي ده عباره عن سجل المواليد والوفيات والزواج والطلاق الموجود عندي في مصر. والنهارده احنا بنستخدم البيانات دي في الحصول على اي معلومه تخص السكان الموجودين عندنا. طيب عندي حاجة اسمها النمو السكاني، يعني معدل النمو السكاني اللي هو التزايد اللي بيكون عندي للسكان. طب بتحسبها ازاي؟ قال لي بنشوف اخر تعداد كان عدد السكان كام، ونشوف التعداد الاحدث منه، نطرحهم من بعض وبنقسمهم على الفرق الزمن اللي بين التعدادين دول وبنضربه في 100، بيطلع لي معدل النمو السكاني او الزيادة السكانية اللي حصلت في مصر. طيب ايه السبب اللي بيخلي عندي فيه نمو سكاني؟ ايه السبب اللي بيخلي عندي زياده في عدد السكان؟ قال لي انا عندي كذا حاجه. اولا الزياده الطبيعيه اللي هو الفرق ما بين المواليد والوفيات، وده عندي بيزيد نتيجه لارتفاع معدلات المواليد عن الوفيات، فبيخلي الزياده الموجوده عندي الزياده الطبيعيه مرتفعه. طب بنحسب ازاي معدلات المواليد؟ قال لي بنشوف عدد المواليد الاحياء الموجودين خلال السنه على عدد السكان في نصف السنه وبنضربهم في 1000، بيطلع لي معدل المواليد الموجودة لكل 1000 شخص. طيب المواليد الموجودة عندي على مستوى العالم مرتفعة، وعلى مستوى مصر برضو مرتفعة. طب ايه اللي خلى معدلات المواليد مرتفعة بالشكل ده؟ قال لي اولا زواج الاطفال دون سن 18 سنة، عندي البطالة ما بين النساء، ارتفاع نسبة الامية، كمان عندي نسبة الفقر. طب ايه علاقة الفقر عندي بمعدلات المواليد المرتفعة؟ النهارده في نهج في الاسر ان هي تنجب عدد كبير من الاطفال، خاصه طبعا الاسر الفقيره وفي الريف، علشان يساعدوهم اقتصاديا ان هم يقوموا بالاعمال الموجوده مثلا في الارض الزراعيه، او يساعدوهم باي شكل من الاشكال اللي هو الطفل يشتغل. طيب معدلات الوفيات الموجوده عندي، قال لي بنحسبها ان انا عندي عدد الوفيات الموجوده في خلال العام على عدد السكان في منتصف السنه وبنضربهم في 1000. ده بيطلع لي معدل الوفيات الموجود عندي. في النص الاول من القرن العشرين كانت معدلات المواليد عندي مرتفعه، ولكن بدات تنخفض بشكل واضح سنه 2012، وده مستوى منخفض على مستوى العالم. طيب ده كله بتكلم على الزياده الطبيعيه، الفرق بين المواليد الوفيات، سبب الوفيات، سبب المواليد. النهارده بتكلم على حاجه تاني برضو سبب في زياده النمو السكاني، اللي هي الزياده غير الطبيعيه، اللي بقصد بيها الهجره من مكان لاخر. الهجرة عندي بقسمها لهجرة داخلية وخارجية. الهجرة الداخلية انتقال الفرد من مكان لآخر داخل حدود الدولة، بهدف الشغل، الإقامة، التعليم. طيب عندي بيهاجر السكان من الريف للمدينة، وطبعا عندي في محافظات بتكون طاردة، طاردة بمعنى إن هي ما فيهاش فرص عمل، عندي ما فيش مستوى اقتصادي كويس، بيروحوا لمحافظات جاذبة للسكان. طيب فين المحافظات الجاذبة للسكان؟ أنا عندي القاهرة، الإسكندرية، ودي أكثر المحافظات جاذبة للسكان. عندي محافظات قناة السويس اللي هي السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، وده نتيجة العمل في قطاع البترول والعمل عندي في المناطق اللي فيها ميناء. محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء برضو عشان السياحة. مناطق طاردة زي المنوفية، الغربية، البقالية، الشرقية، محافظات الصعيد بمنها أسوان، الأقصر، سوهاج، المنيا، أسيوط، دي كلها محافظات طاردة. طب ايه السبب في الهجرة الداخلية؟ قال لي في عوامل جذب وعوامل طرد. عوامل جذب متمثلة في وجود فرص عمل، ارتفاع أجور، مستوى معيشة مرتفع، خدمات صحية واجتماعية وتعليمية متوفرة. طبعا مركز الحكم والإدارة والمنشآت الترفيهية والثقافية، كل دي عوامل جذب بتخلي الناس تسافر للمناطق اللي هي موجودة جوه مصر. عوامل الطرد اعكس اللي كانوا موجودين فوق،
بالإضافة لقلة الوحدات السكنية، بالإضافة لصغر مساحة الملكية الزراعية. طيب نتائج الهجرة الداخلية إيه؟ النهاردة بنلاحظ ارتفاع في معدل النمو السكاني وخاصة من الذكور في المحافظات الجاذبة، بينما المحافظات الطاردة بنلاقي العكس، عندي انخفاض في معدل النمو السكاني بالإضافة لوجود الإناث. طيب ظهور العديد من المشكلات في المحافظات الجاذبة زي العشوائيات والازدحام، طبعا ده بيكون واضح جدا في الأماكن دي. طيب لو بصينا كمان للهجرة الخارجية، انتقال السكان من دولة لأخرى برضو بهدف العمل أو الإقامة أو التعليم زي هجرة المصريين دول الخليج العربي. طيب الهجرة الخارجية في مصر بتكون وافدة، يعني في ناس جاية عندنا أو نازحة بيطلعوا من عندنا بيروحوا دول تانية. طيب صافي الهجرة عشان نعرف الناس اللي طلعت من الناس اللي دخلت بنحسبها ازاي؟ اللي بنشوف عدد المهاجرين ناقص عدد القادمين عندنا، بتكون دايما النتيجة، بس عندنا في مصر بيبقى العكس، يعني بتكون دايما النتيجة في صالح الدولة إذا كانت الهجرة جاية لها، يعني بتيجي عندها القادمون أكثر من النازحون، وده بيبقى في صالح الدولة. طيب أسباب الهجرة الخارجية، انخفاض مستوى المعيشة وانتشار البطالة، مش بنقدر نوظف القدرات العلمية، وده بيكون واضح في هجرة العقول المفكرة اللي ما قدرتش إن هي تلاقي فرصتها هنا في مصر، والرغبة في تحسين مستوى المعيشة. طيب التركيب السكاني، أنا عندي فيه تركيب نوعي اللي هو ذكور وإناث، تركيب عمري، تركيب اقتصادي ده مرتبط بقوة العمل. طيب عندي التركيب النوعي إن أنا بقسم عندي المجتمع لذكور وإناث، وبقدر أعرف نسبة الذكور قد إيه ونسبة الإناث قد إيه. في مصر عموما نسبة الذكور أكبر من الإناث، بتقل نسبة الذكور عندي في المحافظات الطاردة وبتزداد في المحافظات الجاذبة زي البحر الأحمر جنوب سيناء. طيب التركيب العمري، أنا بقسم المجتمع عندي لفئات عمرية، كل ما بتزيد فئة الشباب كل ما بنقول المجتمع ده عنده قدرة إنتاجية عالية. طيب عندي حاجة اسمها الهرم السكاني، وده أحد الأشكال البيانية عشان تمثل السكان من حيث فئات العمر والتركيب النوعي بتاعهم. بقسم الذكور وبعمل قسم للذكور وقسم للإناث أفقيا، وعندي رأسيا فئات العمر بتكون مرتبة. طيب صغار السن، ودي بنسميها قاعدة الهرم السكاني، ودول اللي أقل من 15 سنة. طبعا نسبتهم عندنا في مصر تقريبا 30% او 31.7%. زيادة الفئة دي بتعني زيادة نسبة الإعالة في مصر، يعني ده بيتطلبوا متطلبات حياتية واجتماعية وتعليمية. طيب قوة العمل اللي هم في منتصف الهرم، ودول من 15 ل 65، نسبتهم بتوصل ل 62%، وزيادة النسبة دي معناها زيادة القوة البشرية والاقتصادية في المجتمع، بتعني قدرة مصر على تحقيق برامج اقتصادية مهمة. طيب عندي الفئة الثالثة كبار السن، ودي قمة الهرم السكاني، ودول أعمارهم بتزيد من 65 وأنت طالع، وطبعا النسبة كل ما بتزيد في كبار السن برضه معناها زيادة نسبة الأعلى في مصر زي فئة صغار السن بالظبط. طيب ملحوظة واضحة جدا عندنا في مصر، اتساع النسبة بتاعت قاعدة الهرم السكاني، وده بيدل على ارتفاع معدل النمو السكاني، ولم نصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي والسكاني. طيب التركيب الاقتصادي ده مرتبط بالانشطه الاقتصاديه والحاله التعليميه. عندنا الانشطه الاقتصاديه اكثر فئه او اكثر نشاط موجود عند الزراعه، وده بيدل على اهميه الزراعه بالنسبه لمصر. الحاله التعليميه، اعلى نسبه للسكان الملتحقين بالتعليم المتوسط، ده المتوسط نقدر نقول عليه اللي هو المعاهد والدبلومات. اقل نسبه للسكان من الحاصلين على التعليم اللي هو اعلى من الجامعي اللي هو ماجستير ودكتوراه. نسبة الأمية ما زالت مرتفعة بتصل ل 30.1%، ودي طبعا بتقف عائق أمام مشروعات التنمية الموجودة في مصر، وبنحاول إن احنا نعمل أي مجهود علشان نطور التعليم ونخفف من الحالة اللي فيها الأمية في مصر.